لسه رحلتنا مستمرة في معرض صحار الزراعة الدولي 2022 اللي قدم دورة متميزة بمشاركة 170 شركة مصرية وعالمية متخصصة في نظم الري الحديث والميكنة الزراعية والتسميد والمكافحة للأفات الزراعية والأصناف النباتية الجديدة وغيرها كتير من احتياجات القطاع الزراعي. وبالمناسبة المعرض شاركت فيه حوالي 18 دولة وقدمت أحدث تكنولوجيا في جميع قطاعات الزراعة بهدف مساندة المزارعين ومساعدتهم على مواجهة آثار التغيرات المناخية، وطبعا خطيرة جدا. وزي ما قلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالقطاع الزراعي يفوق تصور أي حد على الإطلاق، وقولاً واحداً اللي اتعمل خلال الثمان سنين اللي فاتت لخدمة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ما شافتوش مصر على مدى تاريخها، ولسه المعركة شغالة عشان نحقق الأمن الغذائي لمئة مليون مصري ونوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة والواعدة. هنكمل مع بعض دلوقتي جولة برنامج الجدعان في معرض صحار الزراعة الدولي 2022، وهنقابل الشركات الزراعية ونتعرف على أحدث التكنولوجيات الزراعية اللي بتقدمها ونعرفكم بالمشروعات والأفكار الجديدة. البداية النهاردة مع مزارع اللي كان مفاجأة لينا بجد، تطبيق إلكتروني عبقري لربط صغار المزارعين بالشركات التصديرية الكبرى من خلال الزراعة التعاقدية والفلوس بعد الحصاد مباشرة وتوريد المحصول بالمواصفات المطلوبة، وطبعا المحاصيل غير تقليدية وكلها مطلوبة للتصدير أو للسوق المحلي، والتعاقد ليه شروط والتزامات. تعالوا نقابل المهندس حسين طارق أبو بكر رئيس شركة مزارع اللي أدائها اتطور تماماً ونجح في الوصول بالمنتجات الزراعية المتميزة للمستهلك المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم. أنا بحب الرجل ده وبحب اللي يشتغل عشانه. مزارع ده هو الأمن الغذائي لمصر، وحضرتك بتشتغل عشان تنمي صغار المزارعين. وصلنا لإيه النهاردة؟ شركة مزارع بتنمو يوم بعد يوم وبتغير شكلها يوم بعد يوم، واظن واضح من الجناح العظيم اللي انتوا عاملينه. مزارع كانت من اوائل الشركات اللي عرفت السوق يعني في حاجه اسمها رقمنه، حاجه عريضه جدا ممكن تبدا من اول الزراعات الحديثه لغايه التجاره البينيه في المجال الزراعي، التخطيط الزراعي. قطاع الزراعي قطاع كبير قوي لكنه مفتت كرقعه زراعيه، مفتت كعدد فلاحين، مفتت بوصل الفلاح للاسواق، مفتت من عدم ربط المنتجين والمزارعين بالممولين والبنوك. كل دي حاجات محتاجة تتشبك وتتوصل مع بعض. هو ده إن شاء الله الغرض من وجود مزارع، هي تشبيك كل هذه الأطراف باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. النهاردة بقى عندنا نقدر نوصل بالتعاقد مع المزارعين بالمحصول للسلاسل التجارية، نقدر نوصل بيها لأسواق العالم. ده اتحقق ازاي؟ فهمنا. وازاي اقدر كمزارع ادخل ضمن منظومة مزارع؟ احنا بدأنا ان احنا بناخد طلبات من المصدرين والمصانع، وبناخد الطلبات دي من كميات من اصناف معينة، بننزل نتعاقد معاها مع الفلاحين الصغيرين، ودي بكذا طريقة، ممكن عن طريق الجمعيات، ممكن عن طريق انه ينزل الابليكيشن، ممكن عن طريق انه هو يكلم الكول سنتر بتاعنا او يبعت لنا على الواتساب، او عن طريق البنك الزراعي. الميزة اللي انا اخدها كمزارع بتوفر لي ايه؟ ان احنا بنقول لحضرتك تزرع ايه، وبتضمن ان الزرع ده متباع، وبنديك حد ادنى للسعر. فانا بقول لحضرتك مثلا طن السمسم سي مثلا ب20,000 جنيه، بس لو السوق نزل عن 15,000 جنيه احنا عمرنا ما هننزل عن 15,000 جنيه، هيفضل 15,000. لو عيلي بنعلى معاه، هيك سألتني على الاسمدة والمبيدات، احنا بنفضل ما نديش كاش للفلاح، نفضل الدعم بتاعنا يبقى موجه. هو مش دعم، هو يعتبر مقدم أو تمويل مقدم في صورة بذور وفي صورة شتلات وأسمدة ومبيدات، على الأقل الفلاح يضمن إن هي مش مخشوشة وأصلية متبرشمة، ويدفعها لنا مع الحصاد. أنا النهاردة شايف حراك بتعلن عن إمكانية لدخول السلاسل التجارية بمحاصيل صغار المزارعين وإمكانية للتصدير. إزاي أقدر أدخل معك الجولة دي؟ إحنا عملنا أربع شراكات. أول شراكة مع شركة اسمها سبراوتس بتخدم السلاسل التجارية، فالنهاردة مزارع موردة بدون ذكر أسماء لسلاسل مستهلك نهائي. وصدقني السلاسل التجارية دي لو بتاخد من صغار مزارعين عن طريق الشركة دي تستحق أن أنت تقول اسمها، قول عشان نعرف. مثال سعودي مثلا. تمام. فالنهاردة سبراوتس بتاخد المنتجات من شركة مزارع اللي هي جاية من الفلاحين، بتجهزها وبتبعتها إحنا كمزارع
مش مؤهلين ان احنا نبيع للسلاسل، لان احنا كمياتنا كبيره وبالاصناف السلاسل احتياجاتها قليله، السلاسل محتاجه توريد يومي على كميات اصغر. ده الشريك سبراوتس في حته الهول سيل، شغلته الانتشار، شغلته انه يبيع للسلاسل والمحلات. تمام. والمطاعم. تاني اتفاقيه عملناها ايه؟ تاني اتفاقيه مع شركه بتصدر فريش اسمها ريجويس. الشركه دي بتفتح سوق للمنتجات اللي احنا بنوردها في الاسواق الخارجيه. مثلا بنطلع دلوقتي شحنه عنب مع ريجويس، وداخلين ان شاء الله معاهم في التوم، وبعدين البرتقال. ده مزروع في اراضي صغار مزارعين ولا دي بقى مساحه كبيره؟ جاي من مزارع عن طريق شبكه الفلاحين اللي هي ما بين 2 فدان ل 20 فدان. الشركه الثالثه اسمها فيرست، دي شركه متخصصه في النباتات الطبيه والعطريه. عملنا شراكه مع الشركه دي علشان تبقى هي الدراع التصنيعي والتسويقي للمنتجات اللي هتيجي من الفلاحين بتوعنا او المتعاقدين معنا، عشان تفتح لهم سوق كله للتصدير. الشركه دي للتصدير. يا اخي والله انت تفرح، ربنا يجعلنا عند حسن ظنك. ربنا يوفقك بجد. الرابعه ايه؟ قول لي. الشركه الرابعه اسمها وصال، شركه نقل. النقل ده اللي هو ما بين الفلاح او المزارع للمحطات، والمحطات للمصانع او الاسواق. فانت عندك الحته دي مفتته كامله. ايه اللي ممكن يتعمل في النص؟ تخطيط، مشاركه، الناس تشحن مع بعض، ان بدل ما يدور على مقاولين ويشوف مين عربيته فاضيه ممكن يطلبها ان شاء الله في خلال سنه يطلبها بالابلكيشن. النهارده بنزرع مساحات قد ايه اجماليه؟ كلها مساحات مفتته لصغار المزارعين. احنا بنتكلم دلوقتي احنا متعامل مع حوالي 2000 فلاح في مثلا 9 محافظات او 12، من 9 ل 12 محافظه، فحضرتك بتتكلم 8000 فدان. لكن داخلين ان شاء الله على موسم كبير اللي هو موسم الفراوله، داخلين على موسم البنجر، ده مفروض ينقلنا في حته تانية. الاصناف دي مساحتها كبيره والحمد لله بنينا فيها قاعدة كويسة. فالسنة اللي فاتت كان تجربة في موسم الفراولة، السنة دي إن شاء الله ننزل بشكل أحسن. البنجر دي بالخمسين ألف وستين ألف فدان، مساحات ضخمة جدا، كبيرة شوية. رب طبعا نقدر نغطي جزء منها إن شاء الله ونعمل فيها قيمة مضافة. بنك الزراعي مضينا معاه بروتوكول إن إحنا نبدأ نستغل فروع البنك الزراعي للوصول للمزارعين وتسويق محاصيلهم وتسهيل عملية التمويل ليهم بغرض تمويل المحاصيل اللي احنا نساعدهم في تسويها. ممتاز. اخر شراكه عملناها كانت مع بنك الطعام المصري، بحيث ان النهارده طلعنا بكونسبت معاهم اسمه دايره، ان الجنيه اللي بتقدم تبرعات لبنك الطعام انت ممكن تديه الفلاح يزرع بيه، والمحصول اللي يطلعه الفلاح اللي هي مكونات العلبه هي اللي تتحط وتتوزع. فانت الجنيه لف مرتين، الجنيه بقى 2 جنيه، الجنيه راح للفلاح زرع بيه، خدت بيه المحصول حطيته في العلبه وزعته للي محتاجين.